يا بت تنطقي يا نهار ابوك اسود، عملت ايه اللي تشيل الطين؟ انا اللي قتلت محرم. ايه بتقولي؟ زي ما سمعتي كده، انا اللي قتلت محرم. وكريمه هي اللي قالت لك تعملي كده صح؟ ايوه. وانت وافقتي ليه يا سينا؟ ايه اللي ماسكاه عليكي مخليكي ما تقدريش تقولي لها؟ انا هقول لك على كل حاجه، هقول لك على كل حاجه مفيد. عماله ترغي من الصبح وما فهماش منك ولا كلمه. هاتي من الاخر عشان انا خلاص صبري نفت. خايفه اقول لك. خايفه مننا؟ ايوه. ليه؟ شايفاني بعض ولا بهب زي الكلاب السعرانه؟ يا مفيدة، أنا غلبانة زيك بالظبط، ملياش حد في الدنيا دي، والناس دول لعبوا بي، وأنا لو اتكلمت هروح في 60 داهية. يا بت تنطقي. أنا عارفة، أنا عارفة مين اللي خطف ابنك. إيه؟ بتقولي؟ عارفة وساكتة؟ عارفة وساكتة يا سينا؟ ساكتة وشايفاني بتقطع ليل ونهار وساكتة؟ كنت عليك يا بت. ما كانش ينفع اتكلم. جبرية مش كده؟ لا. يبقوا مروان وزينب. ايوه زينب اللي تقتل ولد اختها تخطف ولدي عشان تبقى هي مرت الكبير وتمسك كل حاجة في يدها. أمال مين انطقي؟ كريم. كريمة وريتال هم اللي ورا الحكاية دي. كريمة؟ ومين اتكلم؟ وصوفة. صوفة هو اللي خطف ولدك. يا قلبك يا قلبك يا سينا يا قلبك. معك حق تعمل أكتر من كده. وصوفة يعرف هو فين؟ تعرف يا عبد الحكيم فين يا سينا؟ لا 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 ما عرفش بس اكيد صوفا عارف. اكيد صوفا عارف. صوفا الكلب. هروح له ان شاء الله يكون فخر الدنيا. يا جبتك يا سينا. تعال هنا يا ولد الكلب. انت اللي خطفت ولدي. ولدك ايه يا بنت الكلب؟ انت هتحوري ولا ايه؟ هترمي بالك عليا؟ ايوه انت اللي خطفته. انت وكريمه. خطفتي ايه؟ تعالي يا مفيد. تعالي كده استهدي بالله. تعالي ما تنشنيش كده. تعالي. في ايه؟ في هند بهيمه وجريرها وراك. ما خلاص وخلصنا. انا هقول لجبريه وهقول لحسن هخليهم يموتوكوا ويخربوا بيتكم. خدي يا باشا. بعدها. خدي هنا. تعالي خدي. خشي بقولك. خشي. يا صفاكي. خشي. صفا الكلب. افتحوا يا ولاد الكلب. هتودينا في داهيه انت كمان. امسكي. البت دي لو خرجت من هنا هموتك. افتح يا سينا. شوفوا ايام سودا. يا صفاكي. اقول لك افتحي. افتح يا سينا. اقول لك افتحي. مروان اخوك بيحبك والله يا حسن. اللي اعرفه ان العيله دي كلها مفيش فيها حد بيحب التاني. اه خبر ايه؟ انا احبك انت واخوك. قلت لك ما تجيش يما، ما سمعتيش كلامي. وسيبك كيف يعني؟ وانا شايفك ناوي على الشر يا حسن. خايفه عليا ولا عليه يما؟ ولا خايفه على والد زينب؟ عليكوا كلكوا حبيبي. مروان هيكون هنا حالا والقهوه جايه حالا. شكرا يا باشا. احلف انك مش ناوي على شر. اقسم لك بالله يا اما، انا ما عاد في قلبي حب لاي حد. قلبي نشف، بيجي عامل زي عود الحطب. عارفه النار اللي ما بتهداش الا لما تاكل اللحم والعظم؟ انا بقيت كده يا اما. ليه يا حسن ليه؟ طب والله انت ما تعرف اخوك ولا طيبة قلبه. انا امه حافظاه كيف يدي. امه اللي خدت العزا فيه. نسيت. غلط. الكبر خدني وعداوتي مع كريمة اكلت روحي وقلبي وكلتنا كلنا يا امه.
مروان حبيبي. الله يا ولدي توحشت الجو يا ماما. أنا كمان توحشت الجو حبيبي. هتطلع خلاص يا مروان، خلاص يا ولد أبوي، كلها يوم ولا اتنين تبقى معاي في بيت واحد، نرجع تاني زي الأول. إيه؟ تفاكي أنا ممكن أسيبك هنا؟ أو إنك تهون علي؟ أبداً، ده أنا أقطع من لحمي ولأني أشوفك متهان. أنت كبير يا أخوي، واطمن شهد وكريمة غيروا أقوالهم. المسامح كريم، يعني خلاص الكلام ده من قلبك، ما عادش في عداوة بينا ولا شيطان هيعمل سد بيني وبينك. شر وراح ساعة ما دخلت السجن، وانا تايه بقيت عامل زي الشجرة اللي اتجلعت من جدرها، ولا ايه يما؟ صح، امال ايه؟ صح. لساك زعلان مني حبيبي؟ ان شاء الله تنقطع يدي اللي مديتها عليك. اوعي تقولي كده يا امه، تخلي عندي قوي ما تهونيش عليا ابدا. اغلى من ولدك واغلى مني اياك. هستناك قدام باب السجن عشان اخدك من يدك لبيتك من ولدك. اوعك تصدق يا حسن إن زينب هي اللي ممكن تقتل ولدك. مين اللي قال لك الحكي ده؟ نعيمة. نعيمة؟ وإيه اللي جابها عندك؟ خير يا ست جبرية، بعتلي ليه؟ أدي قاعدة. ايه اللي وداك المروان؟ ياه، هو مش ابن جوزي الله يرحمه؟ بطمن عليه. يا بت قولي ايه اللي وداك المروان؟ طب مش تعملي الاول فنجان قهوه من البن المحوج اللي انا بموت فيه ده؟ اتصدق انا هجيبك نصين يا بت. اقول لك ايه، انا ما طايقاش روحي وفيه اللي مكفيني. قولي ايه اللي وداك المروان؟ بدري بعتني. بدري يبعتك ليه؟ عشان في واحد اسمه عادل عاوز يشغله معاه، وعاوز يمسكه كل حاجة ويشغله تحت ايده، بس هو عارف ان مروان في ايده كل المفاتيح، فقال لي يعني اروح اجس النبض.